على حسب شحال مره زادوا الحجر الصحي وبنادم كيزيد يتضغط وصافي. انا كنظن من وجهه النظر ديالي انه من الاحسن انه يزور هذا الحجر الصحي هذا باش بنادم بقى يخرج امشي يمشي قهوي يفوج على راسه شي حاجه. ومن انا من ناحيه كنظن انهم لا بغاو الحال لازم بغاو شي يرتفعوا ما خصهمش يعملوا الحجر الصحي, خصهم يعملوا تجميد صحي واحد جوج سيمانات حتى واحد ما يدخل ويخرج. ديك الساعه تكون واحد النقطه حاسمه كتسبب. فهمتي شنو الحاجات اللي كتستقطبوا في الصيف دابا؟ واه التباحر اخويا داير والله التباحر توحشنا التباحر. هذه الحاجه الوحيده اللي خصني نعملها دابا بصراحه. انا مع هذا القرار هذا اللي كنشوفوه في صالح ديال المجتمع, وحنا ما مستعدينش يعني بنادم يخرج في الزنقه في هذه الحاله هذه, ولكن خصنا يشوفوا لنا شي حل يعني الناس اللي ما خدامهش ويمكن بزاف ديال المشاكل اللي غتوقع. ايوا صافي كلشي مفتقد للصفار البحار الخروج, ولكن بسبب هاد الظروف وهاد الوباء الانسان ضروري خصو يلتزم بالحجر الصحي. انا باغي هاد جوج سيمانات اخي والله باش مرت ما يبقاش علاش الا طلقوه عايزين يترس هاد السياره. والله مزيان اخي مزيان يزيدوا جوج سيمان. انا ما كرهتش يزيدوا حتى ثلاثه سيمانات باش يعني هاد الوباء ربي الحبيب يرفدوا علينا. والله صديقي هادشي اللي غنقول لك. حنا ضد هاد القرار هادي دابا, حنا واقفين على العمل بنادم خصو يبدا يتحرك وكذا. هادشي اللي كاين دابا خصنا اول حاجه نبداو العمل ديالنا بنادم, هذا هو الاولاني. وعاد ديك الساعات كيشوف مسائل بنادم ملي كتعوض الحياه ديالو كيشوف الا كاين شي حاجه اخرى ما يزيد منها. سيدي انا نقولو نشربو وشدوا علينا باب بكريج الا بغاو فهمت, وما كيعطيونو النص والنص لا. قال لك هذا رب الاسره هذا ما عرفش شكون هو. وانا بيدي رب الاسره, انا عندي الوالده وخاوه في الدار, انا اللي كنخدم عليهم في السوق فهمت. يعني واخا الوالده كتساعدك ولكن البركه ديالنا حتى هي خصها. والسوق ما بقاش يخليونا نفرشوا فهمتيني. وما طاونا لا شهر الاولاني لا شهر الثاني ولا شهر الثالث ما جيت حتى هو محال واش نديوه. وحنا يسردنا الميساج الاولاني قال لك والو ما تستقبلش, الثاني قال لك الا كذبتي ولادي غيتابعك القانون. كيعرفوا القانون يتابعونا غير السعاده الفلوس ياه. الحجر الصحي مزيان ولكن انت كتشوفها الناس كاني الزنقه لا احسن العون ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا كيخرجوا بجوج منه فهمتيني. الا كان كلشي موفر كلشي عنده في الدار والله ما يخرج شي واحد. هو الدار راه بنادم كيقنط في الدار, الدار ديال المراه ماشي ديال الراجل. بنادم خصو يخرج ويخدم ويتحرك وبنادم يتعاون مع بعضيتو اللي ما عندوش بنادم يعاون واخا غير بالكلمه الطيبه. الناس اللي ما عندوش يمشي اللي عنده يعاون اللي ما عندوش والامور ماشيه. والراجل راه ماشي ضد الدار, الراجل راه ضد الخدمه. المراه هي اللي ضد الدار, الراجل خصو يخدم. ايوا يجيب الاولاد وياكلوا. المراه خاص من الدار ماشي الخدمه. الراجل هو اللي ضد الخدمه. الدمير توحشنا الجامع, بنادم يمشي يصلي في الجامع. توحشنا الاصدقاء نجلسوا معاهم في قهوه. توحشنا الناس هنايا كنخدموا معاهم. بزاف ديال الناس ما بقيناش كنشوفوهم هذه ست شهور ما شفناهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.